الشيخ علي القمي، جدا رجل غريب كان في أخلاق. هذا توفي ولده الشيخ علي القمي، فلم تسمع منه كلمة واحدة تنبع عن الشكوى، راضي بقضاء الله. راح إلى الفاتحة، رجع من الفاتحة فأبلغ أن ولده الثاني قد توفي أيضا، ودائما كان راضي وشاكر. في السنوات الأخيرة من حياته ابتلي بمرض شديد جدا، وطال المرض به حوالي 10 أعوام. خلال هاي 10 سنوات تقريبا الذين كانوا حوله يقولون ولا مرة واحدة لم نسمع منه كلمة الشكوى، دائما كان يقول الحمد لله.